الصبح لله. ظهر وجعني ما عنديش سرير قوي عشان انا معلاه. مش زي الغالي اللي هناك دوت بتبص طول ازاي، ولما بقول له لحظة كده ما اروح له مالك يا فايل؟ امشي يا ابني، امشي من هنا. بتضرب لها عايز جنيه. ليه؟ انا ودي الفايلين يا عم. امشي يا عم، امشي انا عايز جنيه بالله عليك بقى، امشي. عايز اصرف على العيال. عيالي عيالي، عينك يا ده مش شلل. طب ما تضربش كده، ما تضربش. اضرب براحتي، ايوه اخلي ازعلك طب ازعلك. خلاص ما تكلمناش، انا هروح بيتي. طب يلا بيتك، جايف اصلا شبه وشك. وائل انت بتشتمني؟ بشتمك وكمان. انا اصلا كنت المفروض يكون معاها البيت ده، بس الظروف بقى ما عادش عندي اي الظروف فلوس. بقى. وخد على قفاك وقطع جريت لاجريت لاجريت لاجريت. ماشي، لما بشوفك تاني. ماشي يلا نكمل يا شباب، تعالى كده هنحفر كده عشان ما يشوفنيش. شكله هيجي لي ادي يا شباب، وانا بحفر بصوا لقيت ايه. طيب بس ايه ده بقى، نخفيه قبل ما يجي. بس كده عشان ما يشوفنيش. ادي ده جاي لي، ده جاي لي هيضربنا هيضربنا. لا انا غلبان، هيضربنا انا غلبان. بيتك اهو جاي في شبه وشك. تعالى مالكش يعني. دعوة ببيتي. لا ما ضربناش، ما ضربناش. في انا هحفر اشوف المفروض اقول. لا لا ما تحفرش، ده بيتي. لا لا دايم دايم. فندم، ما فيش حاجة. لا ده بتاعنا، ده بتاعنا. بتاعنا، مالكش دعوة بيه. هسيبهولك عشان انت مش انت مش من ضمننا، مش قدنا. اروح بيته اسكت. انا رايح بقى مشوار مع اصحابي بقى. راح اجيب خروف العيد عشان ندي. هو بقى راح البيت، وانا بص هدخل بيته ومش هيشوفني ولا اي حاجه. ادي هسه بس بتاع عشان ما يعرفش ينام. ماشي وش ادي، ده غني قوي. قال طب ما اروح بقى. اللي ده جاي، ده شكله جاي، شكله جاي شباب. وانا في البيت، طب انا عامل ايه؟ مستخبي دلوقتي في مكان محدش يعرفه. يا رب ما يشوفني، يا رب. مين اللي ماشي فتح باب البيت؟ ما يكون الواد ده. انا شايف فيه. طب ما نقفله، اقفله باب التلباس. يا رب ما يشوفني، يا رب ما يشوفني. اطمن على البيت. مين سرق حاجاتي؟ يا حرام لا يا شافني حرام. شافني شافني شافني. اطلع اجري، انت شو اجري، انت شو اجري. يا اطلع حرام اجري، اطلع اجري. اروح اهدلك البيت. لا الا بيتي، الا بيتي، الا بيتي، بيت الجميل. انا رايح اذبح خروف العيد، والله ما موديك حاجه عشان انت مش مستوانا. ماشي بيتك اصلا وحش. رايح اذبح خروف العيد بقى. سيبك منه، هو اصلا غلبان يعني. سرق ايه؟ السرير. ماشي، هو اكيد يعني مش شايفني ان انا اخد منه لحمه. يا شباب يلا خروف، ده عنده خروفين، عنده خروفين. ده راجل محظوظ قوي، قاعد يدبح في الخروف. بص على قلبه اهو، دبح فيه يجيله لحمه. فين اللحمه؟ سرقت. يا عم عايز كيلو لحمه، عايز كيلو لحمه. ما خدتش حاجه، ما خدتش حاجه، عايز كيلو لحمه. ما خدتش حاجه. طب هات لي الصوف حتى اعمل بيه سحر. سحر؟ عايزه. خد اشبع بيه. يعني بصوا يا شباب، هو ما يعرفش انت السحر دي بيعمل فيها ايه. ممكن اهو انت، ممكن ناخد بص بيته اقول لك كل حاجه. اهو خدوا بابا، خدوا العب بيه بقى. هو غبي مش عارف ان انا ممكن اعمل سحر بالبيت بتاعه واكون انا الغني وهو الفقير. ماشي بس لما اللي يجي اعمل السحر دلوقتي يا شباب، اقعد اعمل كلمات سحريه. اهو الشباب لما اللي يجي وينام انا اكون الفقير وهو يكون الغني، قصدي العكس يا شباب، ان انا اكون الغني وهو يكون الفقير. لحظه يا شباب اهو، هاي كولا بطاطا، كل البطاطا وتعالى طاطا. الفرخة هي أخيرا فرخة. جبت فرخة؟ جاب فرخة، ده سمعته بيقول جاب فرخة. لحظة يا شباب، هو ده أكيد يعني عارف إن أنا مش عامل سحر. ده هو بياكل خنازير ولا إيه؟ مقرف، بياكل خنازير متجسس عليه وهو مش شايفني خالص. هروح أستلف منه أي حاجة عشان أنا جعان أوي لو سمحت.
لو سمحت عايز اي حاجه، انا جعان قوي. جعان قوي؟ ايوه قوي. خد لحمه خنزير اهي. لا ما باكلش لحمه خنزير زيك. خد فرخه ايه؟ هات فراخ، هات فراخ، انا جعان قوي. هات هات بسرعه، انت لسه هتتفرج عليا. لحمه اهي فين دي؟ اه لا ده لحمه خنازير، ما اكلش انا لحم الخنازير. اه يلا انا بديش لنفسي الفراخ. الفراخ شوف بقت بكام، وحمش يا فقير. انا بقيت فقير دلوقتي، انا بقيت فقير، بس اول لما الليل هيجي هنشوف مين الفقير ومين الغني. ها هنشوف. هو اصلا فين البتاع لما اروح اقعد على البال بتاعي لما استمتع بقى بوقتي، وافضل بقى ازل بقى بالفلوس بتاعتي. اكل بطاطا. بتعمل ايه؟ امي مالكش دعوه، انت مالكش دعوه، خفر بعيد، ده بيتي، مالكش دعوه ببيتي. وعايز مني ايه ده؟ وعايز مني ايه؟ انا عايز اكمل السحر. يا كولا بطاطا، ايه وبعدين يا بعيد؟ انت مالكش دعوه بيا، بتتفرج عليا ليه؟ ماشي يا شباب نكمل. ايوه اخد الحفرة بتاعتي وخبي مكان عشان لما يعرف ما ياخدهاش. ايوه بس كده يا شباب، هعمل ابرق دلوقتي وانا اكون ادي ده قفل عليا. لا قفل عليا، لا بالله عليك خرجني من هنا، بالله عليك. لا عندي فكرة يا شباب، هعمل ايه؟ عندي فكرة دلوقتي. أروبة شلون عروب طول عمره، هو دينا هيعمل ايه هو؟ انا مش منتاح للولا دوت. خد يلا. لا قفل عليا بالدايمون. لا فكرني اسيبك في حالك. لا 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 لا. بص يا شباب انا عندي خطه دلوقتي، اقعد احفر في مكان عشوائي عشان ما يعرفش. ماشي شوف انت هتحفر ازاي. سامعك يا حبيبي، انا معايا جهاز. سلام عليكم. اي اي لقيت مكان اخرج منه، لقيت مكان اخرج منه. ايه ده؟ وات ذا فاك. اخرج تخرج تخرج. انا ده انا بيتي بقى كله من الالماس. يس يس. ايه ده بقى، احنا لما الليل يجي هنشوف مين الغني ومين الفقير. ايه ده يا شباب؟ خد بص دمك، بص بص بص. ايوه هاتوا هاتوا هاتوا. انا معايا كتير. بص بص بص. عادي يا بغني في يوم من الايام. يا عمي بص. ايه هو يا شباب احنا بننام اهو يا شباب. يلا بقى انا هكون الغني وهو الفقير. هو ينام بس من هنا، انا بكون الغني هو الفقير بعد التعويذة السحرية اللي انا عملتها. نام صحيت بقى من هنا. ادي ادي انا بقيت غني، انا وانا فات فلوس اعمل ابدوم مشيار. انا بقيت غني. يا الحرف ده، يا 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 دلوقتي بعد كل اللي انت عملته لي. يلا لا من هنا فرقر. يلا يا عم عملت سحر عليك، عملت سحر عليك. يا مطمنك مالك دي بيت، ده بيت انا يا حبيبي. هاخد لك الحراس بتاعي تقول لك حاسب حاسب حاسب. يلا من هنا شوف بقى انت راح فين، اسكن فيك من تيرت. يلا طب انا عاوز اكل اي حاجه، معيش اكل. لحظه اديك اكل وماله، تعالى خد. لا ما كنتش انا خمسين. ايوه يلا شوف بقى انت راح فين. كنت بوديها للبتاع. اه كنت بتوديها بقى. طب شوف فرخه اهي اضحها. لا فراخي. أيوة. تعال يا مسكين تعال اديك حاجه انت بتحبها قوي. تعال يا مسكين تعال خد خد ده حلو. ايه بص كده وراك، خد دي حلو. اه ضايع ضايع. طب هشيلها ازاي؟ مش معايا بتاع ولا انا معايا بتاع. انا عاوز بكيكس. ليه انت شايفني الكوره شنو ولا؟ طب انا عاوز. يلا يلا من هنا، يلا من هنا. انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح انت ما اخش البيتي. اه عند انا انا. وبس كده يا شباب، دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم. كان معانا الاستاذ احمد وكان بيعمل دور الفقير، بس الفقر اتقلب عليه. وبس بنقول يا شباب ما عادش حد يتنمر على التاني. ماشي خلاص، انا اصلا كنت دي كان مقطع صغير بنحب نوريه لكم. بس كده يا شباب، دي كانت الفيديو بتاعنا النهارده وبس. سلام.